المكسرات الناتس الكاجو الفستق الحاجات دي. طبعا الناس بتبقى قاعده في البيت فهي بيتفرجوا على حاجه بيشتغلوا وزهقانين فبياكلوا. مش عارفه دي مفيده ولا يعني بتبقى برضو بتخن سعرات الحراريه قد ايه؟ مفيده جدا جدا جدا. نفس اللي كنت لسه قايلاه من دقيقه موضوع البينت باتر اللي هي زبده الفول السوداني في حاجات بتبقى مفيده جدا. عايز اقول لكم المكسرات بتدي السيلينيوم والسيلينيوم مش بسهوله في اكل بيمد جسمنا بيه ومن اكتر الحاجات المفيده ومقويه للمناعه واحنا محتاجين ده جدا. فانا بالعكس اي ريكومند ان احنا ناخد بنقول حفنه من اليد من المكسرات ديلي اللي هي للبنات والسيدات مش ب 300 كل واحد بالظبط كده. المشكله اللي بيجيب الكيس ده وهيخلص النهارده يعني هيخلص النهارده. لا هي حفنه انت اللي هي تعادل تقريبا للبنات 7 حبات بالظبط كده وللراجل تقريبا 15 حب. ناخد دول ناخد دول فين ايام ما كنت بذاكر في ثانوي ده كان بيبقى قد كده. الحمد لله طلعت سليمه ما كنتش عامل الحمد لله. كمان بتساعد على الميه كمان بتهيألي شرب الميه كتير هي يعني خلينا اكتر في الربع يعني بلاش اللي هي المملحه لان الملحه بتخزن ميه وبتزود الوزن. فاحنا عايزين نمشي بقى نحاول نجتهد في ان احنا نقلل الاضرار فتره القعده وناخد البنفيتس بتاعتها. فاحنا هنجيب المكسرات النيه اللي هي ممكن تبقى محمصه بس يبقى طعمها ظريف بس من غير ملح واتفقنا خلاص على البورشن اللي هتتاخد وقلنا ان هو مهم فعلا جدا اذا جرعه يوميه بتتاخد عشان السيلينيوم.